still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were. أحبائي سعيد لي صباحكم إن شاء الله. أتمنى يلقاكم صوتي في أحسن أحوالكم. Bonjour tout le monde. Good morning. Buongiorno. فيديو اليوم هو فيديو توضيحي خاص بمجموعة من الملاحظات ومجموعة من التفسيرات اللي حبيت أوضحها قبل أن أنطلق في التحليل النفسي بالنسبة لبرنامج الهارب. وفي الحقيقة تحدثت كثير عن الطاقة التليين في برامج التعويذ وإلى آخره وفيديو المخاوف إلى آخره، لكن فيها أعمل جزئين لبرنامج مركز أو برنامج واضح للطاقات اليين. طيب، ما هي الأشياء التي ينبغي أن نوضحها قبل أن نبدأ؟ هما في الحقيقة مجموعة من الملاحظات اللي عملتها أو اللي سجلتها في ذهني وكنت حابة أتكلم عليها قبل أن أبدأ في برنامج اليين. طيب، أول ملاحظة أو هي خاصة بالمفاهيم والمصطلحات. مثل ما تعرفوا البروفايلات البسيكولوجيا يعني بارلون موجودة، بروفايل الين والبروفايل اليانغ، لكن الهارب يا جماعة ليست الطاقة الذكورية. ها، الهارب ليس الطاقة الذكورية، وهذه الأخيرة نقصد بها الطاقة الذكورية لا بولاريتي ماسكولين ليست اليانغ كذلك بالضرورة. يعني وجدت أن الكثير من الناس عندهم خلط، فمثلا يروحوا يقرأوا أو يروحوا يشوفوا قنوات تاروت أجنبية يعني فرنسية أو أمريكية ويتبعوا ما يسمى بلا بولاريتي ماسكولين. أبدا، لا بولاريتي ماسكولين لا تعني ابدا اننا نتحدث عن الهارب. انا استعمل حد اليوم مصطلحات الهارب والمطارد عن قصد. لماذا؟ حتى لا يضيع الناس لما يسمعوني، يعني حتى الانسان لما يسمعني يبقى مركز معي عن اني اتحدث عن المطارد اللي نقصد به الطاقه اليانغ والهارب اللي نقصد به الطاقه اليين. طيب، هناك توضيح مهم كذلك فيما يخص الطاقات. الآن نعرف أن هناك الكثير يعرفوا أن المطارد سواء كانت رجل أو امرأة هي الطاقة اليانغ، والعكس هو اليين اللي هو الهارب. لكن حبيت نوضح شيء مهم، أن هذا الاختلاف أو هذا الوضوح في الاختلاف بين الطاقات موجود فقط عند بداية العلاقة. يعني سي دو بروفايل، هذا البروفايلين أنا مثلا لا يمكنني أن أستعملهم خارج إطار توأم شعلة. يعني لا أستطيع أن أقول عن شخص عادي أنك طاقة يانغ أو أنك طاقة يين. لماذا؟ لأنه في الغالب هذا الإنسان يكون متزن، بمعنى إيفن هو يكون طاقة يين لكن يكون متزن وعايش حياته تمام. نفس الشيء بالنسبة لليانغ. طيب، لماذا أستعمل هذا المصطلح لما نجي نتكلم عن توائم أو عن الشخصين عايشين علاقة توأم شعلة؟ لأن البروفايل هذا قد يكون لأن الطاقة هذه طاقة اليانغ مثلا قد تكون مصحوبة بميكانيزم يعني أكومباني، وقد تكون غير مصحوبة بميكانيزم. يعني الميكانيزمات ميكانيزم الأمان اللي يستعمله اليانغ وميكانيزم الهروب اللي يستعمله اليين، هذه الميكانيزمات لاحظوا معايا، ركزوا من فضلكم، هذه الميكانيزمات لا تظهر إلى الوجود أني با كونستاتابل يعني غير قابلة للملاحظة إلا في إطار علاقة توأم الشعلة. يعني هذا الميكانيزمين هذو لا يظهرون إلى الوجود إلا لما يدخل الشخص هذا
هذا الطاقة الين أو الطاقة اليانغ في علاقة توأم شعلة. في بداية العلاقة لما يلتقوا أنا نسميها مرحلة البلاس بلاس بلاس، بمعنى الطاقة اليانغ تكون بلوس بلوس بلوس، والطاقة الين اللي هو الهارب يكون كذلك بلوس بلوس بلوس. هذا ثلاثة بلاس تخيلوهم 70 أو 80%. ثم أثناء العلاقة بعد بداية التفاعل الطاقي، تريز امبورطون، مهم جدا تتذكروه، أنه هناك تبادل للطاقة، وأنه هناك تبادل في المخاوف، وأنه هناك تبادل للترومات. يعني التوأم A يساعد التوأم B في التخلص من التروما اللي عنده، والعكس صحيح. يعني أنت كيانغ ترسل طاقة للين تساعده أنه يشوف الأمور بوضوح، والين يرسل لك طاقة قمرية يساعدك أنك تصبح أكثر أمنا وأكثر روحانية. لذلك إذا لاحظتوا المطاردين القدامى the X-Chasers يتحولوا إلى أشخاص روحانيين. لماذا؟ لأن الطاقة القمرية زادت عندهم، والليين اللي كانوا روحانيين في الأصل يتحولوا إلى أشخاص أكثر عقلانية وأكثر واقعية. أوكي؟ فإذا العلاقة، وأنا أعتبر هذا دليل على التبادل الطاقي في علاقة توأم الشعلة، العلاقة هي التي تكشف المي اون سوبريانس، هي التي تكشف البروفايل عند الطرفين. ولو لاحظوا معايا، ولو لم يدخلوا في هذه العلاقة راح يكملوا حياتهم كلها وهما عايشين بذلك الميكانيزم، لكن لاحظوا الميكانيزم لن يكون عبئا عليهم. يعني نعطيكم مثال، يعني مثلا تشيزر اللي عنده متعلق، يعني عنده بروبليم دو ديبندانس، عنده مشكلة تعلق، يقدر يعيش مع نرجسي 30 سنة من دون أن يتذمر. قولوا لي كيف؟ أي شخص طبيعي لا يستطيع أن يعيش أكثر من أسبوع مع شخص نرجسي، لكن المطارد الشخصية، أنا نسميها الشخصية الحدية، في المطاردين عندي شخصيات حدية، يعني هو مرض في الحقيقة، the border personality disorder، هو مرض، يعني أنه الشخص يكون حدي، بمعنى اللي دون الإكستريميتي، دايما في الطرف، في طرف المشاعر، في طرف العواطف، سريع الغضب، سريع المزاجية، سريع الانفعال، سريع التعلق، هو دايما في الطرف، يعني في الحدود القصوى للشيء. هذه الشخصية تقدر تعيش 30 سنة قلت مع نرجسي دون أن تشعر بأن هذا الشخص يؤذيها. ملاحظة، لا أدري إذا الفكرة وصلتكم، أتمنى أن الفكرة تكون وصلتكم. طيب لماذا، السؤال، لماذا الميكانيزمات تظهر إلى الوجود فقط في علاقات توأم الشعلة؟ وهذا دليل آخر على أن هذه العلاقة علاقة روحية بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأنها تشعل فيك كيين وكيانغ الرغبة في التخلص والتحرر من هذا الميكانيزم الذي يحد، ميكانيزم نفسي، on parle ici de psychologie، ميكانيزم نفسي لكنه يحد من تحرر روحك. يعني أنت طول ما أنت عايش بهذا الميكانيزم لن تصل إلى ماذا؟ إلى التعرف على ذاتك أو إلى التعرف على روحك. طيب الآن راح نوضح ما هو الرفض. الرفض مثل ما تعرفوا تحدث عليه فابيا مارشان، ونقلته كل القنوات يعني اللي تتحدث عن توأم الشعلة، يعني كوبي كولي وكوبي كوبي كولي وكوبي بيست، واحيانا تلهم، يعني هذه القنوات سوفي انسبيري بار لي بارول هذوما، يعني ناس تتحدث عن ميكانيزم نفسي
دون ما تعرف خلفية هذا المركب، مركب الرفض. يعني هي تجي تعطي لك شرح لمركب الرفض، وبعدين تحط لك الهارب كتوأم منحرف، ها، ان جيمو ديفيان وديفيان، سو كي ني با فري، لانه هذه مش حقيقه تماما. وراح نشرح لكم ونعطيكم الادله لماذا. اولا الرفض، الرفض كبدايه او ك في علم النفس، وهو الرفض اللي تعرفوه، الرفض البيولوجي اللي حدث لما الام رفضت انها تنجب ذلك الطفل لسبب ما، او رفضت جنس ذلك الطفل. ام تريد انثى فجاها ذكر، او تريد ذكر جاتها انثى، او ام لا تريد تماما الانجاب. اوكي، عندي رفض اخر، هناك رفض اخر يصعد او يروح قبل الولادة، افون لا كونسيبسيون دو لانفون، يعني قبل ما الطفل هذا يصبح جنين في بطن الام. لماذا؟ لانه الاحساس ممكن انه الام عرفت انها حامل فتقبلت الامر، قالت اتس اوكي. مثلا في البلدان المسلمه تقول اتس اوكي، هذا رزق من عند الله وانا حامل فهذا طبيعي، يعني هذا جيد، هذا جميل. لكن الطاقه اللي كانت عايشه بها هذه المراه اثناء خلق هذا الجنين، ها، pendant la conception de cet enfant، يعني لما تخلق هذا الجنين، تعمل هذا الجنين في بطنها، الطاقة اللي كانت عايشتها أو اللي عايشة بها ستتسرب وستمر إلى الجنين. لذلك هناك بعض الناس يشعرون بشعور نقص دائم، يعني شخص مثلا عايش يعني لبس به، عنده كل الظروف الملائمة في حياته، لكنه يحس دائما أنه عنده شيء ناقص. سي سكون ابل لو روجي، يعني هو عدم الحق في الوجود، احساسك بانك لا تملك الحق في الوجود. هذا الشعور اللي يحس به بعض الناس ناجم عن ماذا؟ عن الطاقه التي كانت عليها الام اثناء ماذا؟ اثناء بزوغ هذه الروح الجديده، لذلك أنت تشعر بهذا الإحساس. طيب الآن، هل هذا هو الرفض الوحيد؟ لأنه هذا الرفض الوحيد اللي تحدث عليها فابيان مارشون، لا، هذا ليس الرفض الوحيد. أنا أعطيت لكم في برنامج، لا أذكر، في أحد فيديوهاتي، يعني فيديوهاتي الآن أصبحت اختلطت عليها الأمور، لا أكذب عليكم، لكن أنا أعطيت لكم البروفايل البسيكومورفولوجيك، البروفايل البسيكومورفولوجي للهارب، يعني جسمه وشكله ووجهه إلى آخره. رحين يجيوا ناس يقولوا لي أنا وجهي لا ينطبق مع هذا الوجه الذي صنفتيه، ومع ذلك أنني أشعر بالرفض، أو أشعر بأنني كذا وكذا. لماذا؟ لأن الرفض كمركب لا ينطبق على الأشخاص 100%. يعني أنت ممكن يكون جسمك يعبر بنسبة 20% عن هذا المركب، أو يعبر بنسبة 80% على هذا المركب. وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أنه كل ما، لاحظوا معايا معلومة مهمة لازم تحكموها، أنه كل ما ارتفع تطابق الجسم مع الشعور، كلما كان الرفض مسيطرا على حياتك أكثر، وكلما انخفضت نسبة تشابه الوجه والجسم مع التصنيف اللي أعطيته لكم، كلما كان مركب الرفض لديك أقل. لذلك عندنا هاربين أحيانا يتجاوبون مع توائمهم بنسبة 20 أو 30%، أبسون، غايب، وعندي توائم أخرى متجاوبين بنسبة 80 إلى 90%. يعني كل شيء متعلق بدرجة تأثر، لاحظوا، درجة تأثر الشخص بجراح روحه. طيب انتهينا من الرفض.
الآن هل الهارب يعاني من الرفض فقط؟ لا أبدا. الهارب في البروفايلات العربية سكو جي كونستاتي، الشي اللي لاحظته أنا، أنه الهارب سواء الرجل أو امرأة يعاني من الكثير من مخلفات جراح الطفولة. وأهم جرحين سأضيفهما إلى بروفايل الهارب العربي. طيب هناك عندي، تقولوا لي هناك هاربين يعني أجانب، هذو ما أنا متكلمش عليهم اليوم، هذو ممكن ندخلهم في إطار الفيديوهات اللي تشوفوها على اليوتيوب، فيديوهات توائم شو اللي تشوفوها على اليوتيوب. أنا أتحدث عن البروفايلات العربية. البروفايلات العربية لرانرز يعني أولا من رفض، ثانيا من الخيانة. وعطيت لكم شرح في قناتي على الخيانة بالنسبة للطفل كيف يعيشها وكيف يحس بها. ثالثا يعاني من الظلم، ألم الظلم. يعني عندي بنسبة 80%، لاحظوا بنسبة 80% ثلاث جراح يعاني منها الهارب، أوكي؟ طاقليين. طيب هل يمكن إضافة؟ نعم يمكنني أن أضيف أشياء أخرى. يمكنني أن أضيف التأثيرات الخارجية على الرانر في الوطن العربي، أمه وأخته وأبوه والعائلة إلى آخره. الهارب في الوطن العربي محكوم بمجموعة من المعتقدات الدينية والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية التي لا يمكنه أن يخرج عنها. بحكم ماذا؟ بحكم الأطر الأخلاقية التي تسيطر على روحه منذ الطفولة. فلذلك نقدر نقول أن نسبة هروب الطاقات الين العربية أكبر من نسبة هروب الطاقات الين الغير كذلك. راح تقولوا لي مثل ما قالت لي واحدة في التعليق، الروح واحدة وهي لا تتغير. أنا آسفة، نعم الروح واحدة، لكن الأرواح تختلف حسب الزمان والمكان. نعم نحن روح واحدة، نسخة واحدة، ولكنها تنصبغ تنصبغ بماذا؟ بمحيطها وبمجتمعها وبدينها وبكل التأثيرات العائلية المسيطرة عليها. وأنا عندي أمثلة كثيرة عن ذلك، عندي أمثلة كثيرة وإن الهارب رفض أن يتزوج بشريكته أو بتوأمته فقط لأن أمه قالت لا. وعندي أمثلة أخرى وإن الهارب رفض أن يتزوج بتوأمته لأنها أكبر منه سنا. جيت هنا تقولي لي الروح وحدة، صح الروح وحدة، لكن الهارب هنا في كندا لن يرفض شريكته لأنها أكبر منه، لن يرفض شريكته لأن أمه قالت له لا تتزوجها، بين قوسين. أوكي يعني عليكم لما تعطي انتقاد أو لما للناس هذه اللي تكتب لي أمور مثل هذه، لما تجي تنتقدي انتقديني نقد في محله وأنا سأتقبله. أما أنك تقولي كلام هكذا كلام فارغ فهذا مش مقبول. طيب الآن بالنسبة للرفض، هل هناك رفض واحد؟ هناك أنواع كثيرة من الرفض يعاني منها الهارب، الهارب العربي خاصة. أولا نعاني من الرفض البيولوجي، ثانيا يعاني من الرفض الجنسي أحيانا، ثالثا الرفض الجنسي هنا سواء كان ذكر أو أنثى، يعني دوني دو سونس. ثالثا يعاني أحيانا من الرفض الاجتماعي إذا كان لم يحقق مكانة اجتماعية مناسبة. أحيانا عندي طاقاتيين بمسارات فظيعة، مسار روحي 33 و11 و22 ولكنه من دون وظيفة، لا يعمل، ما عنده حتى دخل مادي، كيف يمكنه أن يؤسس حياة؟ لا يمكنه أبدا أن يؤسس لأي حياة. أحيانا هذا النوع من الأشخاص لا يعطي لنفسه الحق في أن يحب، ما يعطيش لنفسه الحق أنه يحب، يقول أنا ما عنديش باش ناكل، ما عنديش باش نشري يعني عشاية،
أو أكلي، فنحب نزيد ثاني نظلم شخص آخر معايا، فمش معقول. قلت يعاني، قلت من 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 ديسك رفض، ديسكريميناسيون سوسيال، يعني رفض اجتماعي. احيانا كذلك يعاني الرفض الاجتماعي. هنا حابين نعطيكم مثال عليه حتى تفهموه. الرفض الاجتماعي مثلا الاشخاص السود، السود اللي عندهم لون بشرتهم اسود، هذول الاشخاص بطبيعتهم كلهم يعانيوا من مسكون ابل هذا لو روجي دو لا ديسكريميناسيون راسيال، ولا الرفض، رفضوا الرفض العرقي، الرفض العرقي، بمعنى انه هذو اشخاص دائما يحسوا انفسهم انهم مرفوضين اجتماعيا لان لون بشرتهم اسود مثلا. ضربت لكم مثال فقط. فاذا عندي الرفض الديني كذلك، الرفض الديني احيانا اذا كانت هذه المراه مثلا او هذا اليانج اللي معاه مثلا لا ادري مطلقة مثلا، أو يعني لا أدري، يشوفها من الناحية الدينية نتيجة أحد البلوكات الدينية اللي يعاني منها هذا الشخص، يشوفها أنها غير مقبولة لأن يرتبط بها فلا يرتبط بها. إذن الرفض، الرفض ليس فقط رفض بيولوجي، بل هناك أنواع كثيرة من الرفض عليكم الإلمام بها وعليكم تفهمها إذا صح هذا التعبير. أهم شيء ممكن يأثر على الهارب أنه في بداية العلاقة، في بداية العلاقة لاحظوا في أول شهر من بداية العلاقة، إذا وجدت معاه، حديثي هنا للتقاتليين، مخصص للتقاتليين، أنا أتحدث إليكم. لاحظوا في الغالب، ما في الغالب أنتم كتقاتليين رحين دايما تشعروا أنكم مرفوضين. نعطيكم مثال بسيط، إذا شريككم تأخر عليكم مثلا في الرد على رسالة ما، تقولوا أنه يرفضني أو أنه لا أدري ينتقدني لسبب ما، يعني دايما رحين توجدوا سبب تبرير معين حتى تحاولوا تقنعوا نفسكم أنكم غير مرفوضين. مثلا تقول في نفسك هو لم يتصل بي لأنه مشغول، أعتقد أنه في العمل أو أعتقد أنه كذا. ثم بعد ذلك رح يبدأك وسوسة، وسواس قهري، يعني تبدأ تفكر في الموضوع، وممكن يبدأك صداع، صداع يعني نصفي. الصداع النصفي هذا اللي يجيك لازم تعرف أنه بسبب العاطفة السلبية اللي انت عايشها. ينفو بالو كلمي، ما تروحش تاخذ دواء حتى توقفه، لا، لازم تعرف أنه هذه إشارة ليك، إشارة من جسمك ليك أنك انترك داخل في طاقة سلبية، في طاقة عاطفية سلبية. ماذا عليك أن تعمل؟ عليك أن تخرج من هذه الطاقة في ذاك الوقت. أعمل مديتيشن، تنفس تنفس عميق، خرج تنزه، أعمل نزهة، المهم أعمل أي شيء خرجك من هذه الطاقة. كل المشاكل اللي راح تعاني منها كطاقيين راح تعاني منها من جراء هذا المركب، من جراء يا إما ميكانيزم اللي يتحكم فيك تعرفت، يا إما ميكانيزم الخيانة اللي يتحكم فيك، يا إما ميكانيزم الظلم. أنت مثلا كطاقيين، كمرأيين مثلا، أو كرجليين مثلا، إذا شفت شريكتك أو توأمتك على وسائل التواصل فستعتقد أنها مع رجل آخر. لماذا؟ لأنك أنت عشت الخيانة لما كنت طفل، فتعتقد أن هذه المرأة كذلك ستخونك، وهذا غير حقيقي. في علاقات التوائم الحب صادق جدا جدا، والبرامج الإيجابية في بداية العلاقة تجعل منه حبا صادقا، وليس عليه أي ماسكات ولا فلترات. فأنت كل ما تدخل في هذه الطاقة من الغيرة أو الطاقة من السلبية، حاول أنك تخرج منها مباشرة، ما تخليهاش تسيطر عليك، لأنها بمجرد ما تسيطر عليك راح تدخل في صدامات مع شريكتك وراح تعمل لها بلوك.
أتمنى أنه الفيديو يكون وضح لكم بعض الأمور. سأعود إليكم بفيديوهات مركزة حول كيفية التخلص من ميكانيزمات الرفض والظلم والخيانة، ابتداء ممكن من اليوم أو من الغد، لا أدري حسب ظروفي. لكن الآن كل ما عليكم فعله، أتمنى كيين وكيانج أنكم تحافظوا على التواصل المادي والتواصل الروحي بيناتكم، لأن التبادل الطاقي بيناتكم هو اللي يخليكم تمشيوا نحو الاجتماع. مع السلامة أحبائي، ألتقي بكم في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم راضين على أنفسكم، دمتم في الحب والسعادة، إلى اللقاء.